ما نفكر زيادة؟ يعني هيدا السؤال يمكن من أكتر أسئلة بحيروكم وبحيروني وبحيروا البشرية كلها. فكرمال هيك عملنا حلقة هيدا اليوم، كيف ما نفكر زيادة أو نمنع حالنا من التفكير الزايد. شاهدوا للآخر تتشوفوا هدول النصايح السريعة تبعول كل يوم كيف بفيدوكم. ما تنسوا الفولو على انستغرام والسبسكرايب لدايما تحضروا حلقات بتفيدكم بتخليكم أحسن خصوصا معي. قبل ما نبلش لازم نحنا نقدر ونعرف أن التفكير الزايد بشوش على إنتاجيتنا، وبنفس الوقت بشوش على نحنا كيف ممكن ناخد قرارات. فأول ما نتذكر أن التفكير الزايد ما بيؤدي لشيء إيجابي نقدر نعمل هدول الخطوات السريعة. أول خطوة هي الأويرنس، أي الوعي الذاتي. الوعي الذاتي معناتها أنه نحنا نكون عارفين شو عم نحس بهيدي اللحظة. كيف معناتها الوعي الذاتي أو كيف نوصل للوعي الذاتي؟ نوصل للوعي الذاتي وقتها أوكي نحنا نعرف حالنا بس نفكر زيادة، نعرف حالنا بس نكون نحنا نفكر بدرجة طبيعية أو عم نفكر زيادة. بس نبلش نحس أنه نحنا عم نفكر زيادة شو بنعمل؟ برجع بعيد وبكذا حلقة ستقلتها ناخد نعمل ستوب، بنفكر أوكي أنا ليه عم فكر زيادة، منحل الخبرية. هيدي دقيقتين اللي بناخدها أو الثانيتين أو دقيقة بغض النظر نمنع حالنا هي أهم خطوة لنقدر نحنا نكون واعيين عم نفكر زيادة عن اللزوم. من بعد ما يصير عنا الوعي الذاتي أو السلف أويرنس وأخدنا هيدي البريك أو هيدي الثانية هيدي دقيقة نقدر نجي نقول طيب برقت شو لازم أعمل هلأ؟ برجع بعيد، لازم نرجع نعمل علاقة انه بأول جملة قلتها انه التفكير الزايد بخلينا نعطي نتائج غير منتجة وقرارات غير سليمة. فنحن بدنا نمنع حالنا نوصل لهذا الشيء، نفكر بعاطفتنا، نفكر بهذا الوسواس اللي عم بيكون براسنا، وناخد هيدول القرارات الصحيحة من خلال انه نعمل ستوب ونشوف شو في قدامنا. معظم الأحيان الأوفر ثينكينج بيكون سببه أو التفكير الزايد بيكون سببه لأنه نحن خايفين شو ممكن يصير غلط. ليه؟ بمجرد ما نحن فكرنا instead، هحكيها بالإنجليش نرجع نترجمها، of thinking what can go wrong let's think what can go right. يعني بدل ما نفكر بشو ممكن يصير غلط إذا صار هيك خلينا نفكر شو الصح اللي ممكن يصير او شو النتائج الايجابيه اللي ممكن تصير من الموضوع اللي عم بعمله. يعني نعطي مثل ملموس شوي، اذا نحن بشغلنا او بجامعتنا عندنا بروجكت بدنا نعمله، الاوفر ثينكرز او الاشخاص يلي بيفكروا زياده عن اللزوم غير حيفكروا طيب انا اذا عملت هيك معناتها ممكن يجي المانجر لإلي ويعصب علي، او المعلمه او الاستاذ لإلي بده ممكن يجي يتضايق مني. بدل ما نفكر هيك لما نفكر بس اعمله صح انا الاستاذ اللي لإلي حيعطيني التقدير او المانجر اللي لإلي حينبسط مني، عم نعمل ستريس ايجابي. من اكثر نصائح بحبها هي انه لازم نحن نكون عم نعمل استثمار بسعادتنا. لتعرفوا اكثر في حلقه انا عملتها قبل مثلا عن المديتيشن، عن شوي القصص اللي بتريح اعصابنا، عن القراءه، عن نكتشف هوايه، وبخلونا نحن نزيح الفوكس تبعنا والتركيز على الانكزايتي او على التفكير الزايد ونفكر اكثر بحالنا. بمجرد ما انه نحن نعرف ما فينا نطلع على المستقبل حياتنا بتصير احسن. سبب كتير اساسي ليش بيصير في اوفر ثينكينج لانه ما عم نعيش باللحظه، واهم شيء نعيش بلحظه هلا. الماضي مهم، المستقبل اهم، بس اللي بعد اهم هو نحن بالحاضر شو ومين وكيف لازم نفكر وشو لازم نكون هلا. ركزوا على حاضركم، live in the present and live in the moment now. اخر نصيحه هي be grateful، نكون ممتنين ممنونين لكل شيء. بالنهاية نحن على الأرض عم نتنفس، عنا أكل، عنا إنترنت لنحضر لنشوف اللي بدنا إياه، عنا هيدا الكم من المعرفة. صح يمكن بكتير أيام نجي نقول كلها عم تتسكر بوجهي أو في كتير أمور ما عم تسبق، بس الصح أكتر نحن نقول الحمد لله عندها البوزيتيف ثينكس بحياتي. رسالتي لكم من بعد هيدي الحلقة إنه be grateful. فعلا يمكن الحلقة كانت عن كيف ما نفكر لنا عن زوم، بس
بس اهم شيء انه نكون grateful ممتنين ونعيش باللحظه. Please live in the moment of now.